السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض بعض الأدوات تساعدني على التجول جوه برنامج الفيكتور ورك، التجول بالجيم مش بالباقي. طيب تعالى، أول أداة عندي هنا في الفيزواليزيشن هتلاقي عندي حاجة اسمها فلاي أوفر. طيب لو أنا جيت هنا وبدأت أدوس جاب لي رسالة خطأ، ليه؟ لأن أنا كنت في 2 دي بلان وبيقول لي دي الأداة دي المفروض تكون في 3 دي، فراح هو محولني أوتوماتيك ل 3 دي. طيب خلينا نروح لل 2 دي واجي ارسم اي حاجه 3 دي تسهل عليا ان انا اكون خارج شغل. وليكن مثلا هرسم مس اهوت، والمس دي ينفع ترسم في 3 دي، بس احنا بنشوف برضو ازاي لو انا عايز اتحول من 2 دي ل 3 دي. رسمت مس، فبيقول لي سمي المس، خلاص المس اهوت عمل اهوت، واقدر اقول له روح لل 3 دي. او لو انا قلت له هنا في الفيزواليزيشن انا عايز اروح للفلاي اوفر تول، هو اوتوماتيك هيحولني لل 3 دي، ومن خلال الدي والبكر في النص هبدا اغير. او انا عندي الاداه ديت اقدر الف بيها زي ما انا عايز. بالشكل دوت ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ووك ثرو، انا كده بتمشى حوالين المبنى او جوه المبنى، ووك ثرو كان واحد بيتمشى. الاداه اللي بعد كده ترانزليت فيو، بتعمل سيلكت العنصر وتبدا تحرك الفيو كله بالشكل ده. المبنى ما بتتحركش، يعني مش بعمل سيلكت على المبنى وبحركه، لو في كذا مبنى جنب بعض كلهم بيتحرك الفيو اللي هم موجودين فيه، بس مفيش واحد فيهم بيتحرك مكانه. يعني او كان انا بحرك كده الفيو بحيث ان انا في جزء عندي مش ظاهر ببدا اظهره. وعندي اداه ثانيه اللي هي روتيت فيو، ببدا الف بالشكل ده. فدي ادوات بتساعدني لو انا عندي 3 دي اقدر اشوفه من اكتر من اتجاه واقدر اعمله في البرزنتيشن.